بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. بشكر حضراتكم على متابعه القناه. يا ريت ما ننساش اللي ما اشتركش في القناه اشترك فيها، يعمل مشاركه للفيديو، ما تنسوش الضغط على زر التنبيهات عشان يوصلكم كل ما هو جديد. نبدا مع بعض ان شاء الله. عايزين نتكلم على بعض التمرينات او التعليمات المطلوبه بعد عمليات الكتف، عمليات تركيب الشرايح والمسامير، المناظير، تغيير المفصل. بيبقى المفصل واقف ومحتاج ان هو يتحرك ويتمرن العضلات بتاعته ويرجع بحيث انه يؤهل لانه يرجع لطبيعته تاني. معظم العمليات بيبقى العيان لابس العلاقه زي اللي موجود هنا كده، ويبقى الايد مرفوعه لفوق بالنسبه للدراع، وممكن ان هو يعمل تحريك للدراع في العلاقه بهذا الشكل ويحرك الصوابع على طول، فالايد بمستوى اعلى من الكوع. لما بينام ينام في العلاقه زي كده، يبقى حاطط دراعه على مخده على جنبه وايده لفوق بهذا الشكل، ويبتدي يعمل تمرينات عشان يحرك المفصل. العيان ممكن يتجاب على جنبه كده ويبتدي يمسك لوح الكتف، المساعد يمسك لوح الكتف ويحركه لورا وقدام ولفوق ولتحت. كل ده بيشغل المفصل وبيريح وبيزود الدوره الدمويه جوه المفصل. نعمل تحريك بسيط للمفصل، الدراع مفرود بهذا الشكل، والمساعد او دكتور العلاج الطبيعي يبتدي ان هو يحرك الايد وهي مفروده لفوق والتحت والبره والجوه برضه، بس بحرص وجنتل وبدون الم للمريض علشان ما يعملش خلع المفصل او يبوظ الشريحه او العمليه او اي عمليه موجوده. بعد كده الايد بالجنب كده محطوطه على فوطه والايد لفوق، ويبتدي ان هو يحرك مفصل الرزم بحيث ان هو يعمل قبض الايد كده ويحركها لفوق ولتحت، يحرك قبضه الايد لفوق ولتحت ويعد كذا مره بهذا الكلام 20 عده مثلا، وممكن يلف يمين وشمال، يلف قبض الايد يمين وشمال. كل ده بيحرك المفاصل وبيزود الدوره الدمويه في الايد، ويبتدي يحرك الصوابع يثنيها ويفردها، يحرك الصوابع يثنيها ويفردها. ده بيشغل الدوره الدمويه وبيقوي العضلات وبيحسن الدوره الدمويه وبيحسن حاله الايد. وبعد كده ممكن ان هو يشتغل على الكوع، يشتغل على الكوع ان هو يبتدي يثني الكوع ويفرده، يحركه وهو جنتل كده، ايوه ينزل ويطلع، ينزل ويطلع، ويبتدي يشتغل على الكوع، يفرد الكوع ويتنين، ننزل الايد من على الجسم كده ونفرد ونرجع تاني. ده بيحرك مفصل الكوع ويساعد بالنسبه للكتف، والحركه على الكتف تبقى خفيفه، فده برضو مفيد جدا بعض المناظير وبعض العمليات التثبيت. ممكن نجيب عصايه ما بين الاثنين ونمسكهم مع بعض، ويبتدي يحرك الاثنين مع بعض حركه ممسوكه، حركه منظمه، بحيث الاثنين ممكن ان هو يرفع الايدين مع بعض وينزلهم مع بعض، وده الاثنين بيساعدوا بعض. يبقى هنا كده مسكنا كده بالعصايه ما بين الاثنين وننزل نرفع لاقصى حاجه، بس طبعا يبقى حريص في حالات المفاصل عشان ما نخلعش المفصل، وننزل برضه بحرص، ونكرر الكلام ده، يبقى الرفع والتنزيل حسب مستوى او حاله المفصل نفسه شويه شويه. ده بيحرك المفصل ويشغل العضلات ويمنع التيبس بعد العمليات. ممكن يعمل بقى نفس الكلام بالعصايه ممسوكه بين الايدين الاثنين، ويبتدي يحرك الايدين للجنب، يعني من عند الكوع يحرك اليمين والشمال، يحرك اليمين والشمال بالعصايه، فده بيساعد ويبقى كويس جدا. يبقى ماسك العصايه ما بين الايدين الاثنين، ويبتدي والكوع متني بهذا الشكل، يبتدي ان هو يلف الايد ويحركها اهوت لليمين وللشمال، يرجع تاني لليمين والشمال، حركة برضو منتظمة مسؤولة ما فيهاش إجهاد على مفصل الكتف، وبتحرك العضلات وبتزود الدورة الدموية في الإيد، وبتشغل المفاصل الإيد والرزق مع بعض
بيبقى كويس جدا. كل ما يتقدم في التمرين ان هو يبتدي ان هو يحرك اكتر، ده الدراع المصاب وده الدراع السليم، يعلق بالفوطه ديت او برباط الضغط ده، ويبتدي ان هو يسحب بالايد السليمه، الايد الثانيه لفوق يشد على قد ما يقدر ويريح. ها يشد لفوق كيرفول بالراحة وبحرص ويريح تاني. أكتر من مرة. ده بيساعد في تقوية العضلات. هيبقى المنظر بالامام بهذا الشكل. ده الايد السليمه بتشد، الايد التعبانه بحيث ان هي تحركها. من الحركات الكويسه جدا حركه البندول. المريض يوطي بهذا الشكل ويخلي دراعه نازل بهذا الشكل ويتحرك بالوزن وبكل حريه في كافه الاتجاهات. يبتدي ان هو بوزن الايد ويتحرك لليمين وللشمال. شوف الجسم كله بيتحرك مع بعضه، اليمين والشمال، ممكن لورا وقدام. شوف الحركه، حركه البندول، وزن الدراع بيتحرك، فده كويس قوي، بيلف المفصل وبيزود معدل الحركه وما بيأثرش على الاوتار ولا المفاصل ولا حاجه، وبيلف الدراع في كافه الاتجاهات. حركه البندول دي من الحركات الممتازه جدا والمفيده جدا في تحريك المفصل وازاله اي تليفات واي التصاقات موجوده حوالين العضلات. ممكن بحبل او رباط ضاغط على بكره بهذا الشكل، ويبتدي ان هو يعلق الايدين الاثنين مع بعض، وبحيث ان هما يتنوا يتحركوا لفوق ولتحت، يبدلوا مع بعض بهذا الشكل. ممكن على بكره او يعلق ايده من فوق على خشبه او حاجه، وبحيث ان هو يتبادل الحركة بهذا الشكل، بحيث الجيل الاثنين يساعدوا بعض ويقووا بعض. ممكن رباط ضاغط أو حاجة مطاطة، وممكن يمسكها حد يمسكها له أو يمسكها في خشبة أو حاجة ثابتة، ويبتدي إن هو يشد الإيد ويرخي، يشد ويرخي. ممكن يعمله بالجنب، يعني حد يمسك له الرباط بنفس هذا الشكل او يربطه في حاجه، ويبتدي ان هو يحرك الايد للخارج وللداخل، يبتدي ان هو يشد وهي ترجع للوزن بتاعها، يشد ترجع للوزن بتاعها. يبقى كل ده طبعا ده بعد مرور وقت كافي من العمليه، ما يكونش خلاص الحاله بقت افضل. ممكن يجيب وزن في الايدين الاثنين اي تقل، اي تقل، ويبتدي ان هو يرفع الايدين مع بعض وينزل مع بعض، يرفع وينزل وفي كافه الاتجاهات. ممكن هو يقف بهذا الشكل ويبتدي يضغط على الجدار او على الباب بهذا الشكل. ممكن يبتدي يقف وزاويه قايمه على الكوع، ويبتدي يضغط بالايد على الباب بهذا الشكل عشان يشغل عضلات الكتف. يضغط بقبضة الإيد لقدام، يضغط لقدام، وممكن إن هو ينقل إيده في الجنب ويبتدي يضغط للجنب، بيضغط لقدام وبيضغط برضه للجنب بهذا الشكل. وممكن يضغط بالعكس، يعني إيد كده ويضغط بالعكس. بشكر حضراتكم على مشاهدة الفيديو ومتابعة القناة. بتمنى لحضراتكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها، وما تنساش الضغط على زر التنبيهات عشان نوصلنا كل ما هو جديد. وبرحب بأي تعليقات أو اقتراحات لموضوعات جديدة، وألقاكم دايما في أحسن صحة وأحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.